السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين المشكلة اللي حصلت في موضوع محطة كلية البنات؟ طيب، بعد ما المشكلة دي هديت، في أحد الشباب اسمه إسماعيل حسين أبو الخير بدأ إن هو يعمل الألوان ديت والرسومات الجميلة ديت في المترو. واخد حاجات كتيرة جدا من الحضارة بتاعتنا. ده اللي احنا بنقوله، ان بلدنا ليس ثقيلة في الامكانيات، سواء الفلوس، لا، المشاريع المعمولة بفلوس كتيرة جدا، او القدرات، لا، العمل، الابداعات في البلاد اللي حواليها هم من مصر. فالكلام ده مش صحيح. انما مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا الواسطة، مشكلتنا الكوسة، مشكلتنا الرشوة. يعني في بعض الحاجات لو تخلصنا منها ويعني وقعدنا مع بعض بصدق وقلنا يا اخوانا احنا مشكلتنا في 1 2 3 وازاي ان احنا نحلها، هتتحل. لو عندنا مشكلة او عقدة كده من زمان، من آلاف السنين، كانت موجودة عند اليونان والاغريق، اسمها ايه؟ من يحرس الحرس. يعني مين اللي يضمن ان الاشخاص المسؤولين عن المسابقة يختاروا افضل الناس؟ والحديث بيقول: من تولى من امراء المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا هو يعلم ان فيهم من هو اولى بذلك واعلم منه بكتاب الله وسنه رسوله، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. يعني المفروض انت تختار افضل حد موجود تعرفه وتتيقن من هذا ان ده افضل حد يعمل الموضوع ده. لكن مشكلتنا بقى ان في واسطه، في كذا، في كذا، فتلاقي اللي مسك المشروع شخص ليس كفاءه، رغم ان مصر فيها كفاءات كتير جدا وفيها امكانيات كتير جدا. فكل اللي احنا بنطالبه ان لما ينزل اي مشروع تبقى فيه مسابقة علنية قدام الناس كلها، والناس تختار افضل حد. ممكن يبقى حتى التصويت للناس في جزء مثلا، وفي جزء اللي هو التقني او تشرح المشروع والناس تختار وتشوف والحاجات دي كلها، او اللي يختار يكون ناس دكاترة من هندسة ودكاترة من علوم النفس والحاجات دي كلها. يعني لان ده هيبقى في المجتمع، فلازم الناس كلها تبقى مجموعة عليه، مش من تحت الترابيزة نلاقي ان في مشروع اتعمل وخلص واحنا ما نعرفش ان هو نزل الطرح مثلا لمين اللي هيقدر يعمل احسن تصميم والحاجات دي كلها. ومشكلة تانية، مشكلة الوقت. يعني احنا ممكن نبقى نسرع شوية في التنفيذ، انما في التخطيط لا، لازم نخطط. هل فعلا ده افضل تخطيط ممكن، ولا في تخطيط تاني ممكن نوصل له لو احنا خدنا شوية وقت وقعدنا نفكر وقعدنا نجرب والحاجات دي كلها. اللي بعد كده اللي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمل سيموليشن للموضوع، ونبدأ نتأكد من الحاجة ديت. زي مثلا الكوبري اللي اتعمل دوت في الشمال وحصل فيه مشكلة والعربيات خبطت في بعض، ده لو كان اتعمل في وقته واتعمل سيموليشن كان يطلع بشكل كويس بدون المشاكل ديت، كانوا هيتنبهوا للمشاكل أثناء التصميم ويقدروا إن هم يتجنبوها.